أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن الرسالة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه وما حملته من مضامين مطمئنة للمواطنين والمقيمين ومؤمنة بعد الله عز وجل بعزم أبناء الوطن على تجاوز جائحة كورونا تعكس حرصا أبويا لجلالة الملك المفدى على صحة وسلامة أبنائه المواطنين والمقيمين وطمأنتهم في مختلف المواقف وعزما متجددا على المضي بمسيرة الوطن المباركة بثقة وتفاؤل إلى الأمام دائما. شدد سعادة وزير الإعلام على أن تأكيد جلالة الملك المفدى أن الدولة تضع إمكانياتها كافة تحت تصرف فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمحاربة تداعيات انتشار الجائحة، يؤكد الثقة الملكية الغالية التي يوليها جلالته لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي استطاع تحقيق العديد من المنجزات الرائدة التي طالت مختلف المجالات ووصلت بمملكة البحرين إلى الريادة على المستوى الدولي. كما يعكس دعم جلالة الملك المفدى رعاه الله لأبنائه العاملين في الصفوف الأمامية وجهودهم المميزة في ظل هذه الظروف الاستثنائية العابرة بإذن الله تعالى. وأعرب سعادة وزير الإعلام عن الفخر والاعتزاز بما تحقق للمملكة من منجزات حضارية ومكتسبات وطنية مكنت البحرين بحكمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله وحكومة جلالته برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعزم شعبها العزيز من تجاوز مختلف التحديات بقوة وثبات ومنعة. أكد سعادة وزير الإعلام أن وزارة الإعلام وكافة منتسبيها ستبقى كما عهدها جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء داعما أساسيا لفريق البحرين ومرآة للجهود الوطنية المتكاملة التي يوالي بذلها أبناء البحرين في مختلف القطاعات.